قبل بس ما اتكلم عن ريمان داي، تعالوا نشوف اللقطات دي لجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، لان في حاجات كده يا جماعه تبقى حلوه ومهمه عند الجمهور واطمن بشكل او باخر. جاهز؟ جاهز الفيديو؟ لو جاهز اعرض على طول، اعرض على طول، يلا بينا. قول كل الثواني تعالى. They are praying and support. صلوا على اللي بيصلوا لنا 2000% 200% بيصلوا ويدعمونا يا رجاله. So guys, as a family, كعيلة, we go to the pitch like this. نروح الملعب كده as a family. عيلة مع بعض. Together, مع بعض. Nobody can destroy this. مش هتقدر start the game like this and finish the game like this. Everybody helping each other. كل واحد helping each other. يا شباب كل واحد. عمر ليس I come and I protect his back. عمر رجالة ترقص وحد يغطي ظهره ويحميه. So this is I'm talking about your attitude, your energy. الطاقة بتاعتك يا رجالة في الملعب. After how can we use this energy? ازاي نستخدمها في الملعب؟ I want to see I want to see Shalabi and Zizou. عاوز شوف شلبي وزيزو بره الملعب. I want to see Omar and Fatih. وعمر فتح جوه الملعب. Involved in the attack there. نهاجم من جوه. You have always Ziyad and Dunga. هتتكلم دونجا. Behind the ball. Give me a solution to put the ball moving. بيحركوا الكورة ويدوك حلول. Samsung and Jaziri. Samsung and Jaziri. One goal, one us. واحد بيروح واحد بيروح يستلم الكورة. If Samsung make a movement. لو سامسو اتحرك والمدافع اصلا الجزيري يروح. شازيني ميكس ا موفمنت. الجزيري راح. ذا سنتر ديفندر فولوينج. المساحه هيروح معاه. جو ان ذا سبيس. سامسو يروح للمساحه. جو تو ذا جول. روح للجول يا رجاله. بوت ذا جول ان يور مايند فروم ذا بيجيننج اوف ذا جيم. حط الجول يا رجاله من اول ثانيه. بوت ذا جول ان يور مايند فروم ذا بيجيننج اوف ذا جيم. حط الجول يا رجاله من بدايه الماتش. دونت سبيند تايم. ما تاخدش وقت كبير يا رجاله. ساينس ذا جيم ستارت. من اول ما الماتش يبدا. يوز ذا تايم. استخدم الوقت يا رجاله صح. مش هتلعب عشان نشتغل الشغل بتاعي. جود لاك. انا بحب الروح دي قوي والله العظيم، انا بحب المدرسه دي قوي. الراجل ده بيحاول يبث الروح اللي كان بيفتقدها فريق نادي الزمالك على مدار فترات كتيره جدا المرحله الماضيه. محاضره فنيه قبل المباراه تقريبا مباشره فيها الخلاصه، محاضره فنيه من اللي قلبك يحبه، كلام من اللي قلبك يحبه تلاقيك تسمعه. انا لو واحد قاعد في الاوضه مع اللعيبه اوضه اللبس وبسمع المدير الفني جه، اقسم بالله العظيم وحياه ربي هبقى نازل الملعب عايز اكل الدنيا. مش كل حاجه نروح طبعا، بس الفنيات متوفره عند الراجل ده على فكره. عنده كمان خلي بالك الموضوع مش متعلق بفوز سهل النهارده على دريمز، لا الموضوع بيتعلق بشخصيه نادي الزمالك ابتدت تظهر. هتلاقوا البعض، وانا هنا رسالتي لجماهير نادي الزمالك، هتلاقوا البعض اللي بيحاول يشكك في الراجل، البعض اللي بيحاول يشكك في بعض عناصر المنظومه. ما تسمعش الكلام ده. صدق اللي انت شايفه واللي انت حاسه. استفتي قلبك يا سيدي. الراجل كلامه واضح، احنا لازم نبقى مجموعه واحده. نعمل كده اهو، لازم نبقى مجموعه واحده. لازم نبقى بروح واحده. كل ما هنبقى بروح واحدة وبنلعب كمجموعة وقلبنا على قلب بعض محدش هيقدر يخترق الروح دي. ده كلامه النهاردة في المحاضرة. لما عمر جابر يتقدم لازم واحد تاني من نص الملعب يبروتكت هيم، يساعده يحميه. لما مش عارف الجزيري يتحرك فين لازم مش عارف، قال لك أنا عايز فتوح وعمر جابر يهاجموا شوية من العمق، عايز يدخلوا يضموا جوه في الملعب. حصل النهاردة الكلام ده كتير. حصل النهاردة. وده يطمنك اكتر كزملكاوي ايه؟ ان التعليمات اللي بتتقال او المحاضره اللي بتتقال دي اللعيبه قاعده مركزه فيها وبتطبقها، فدي حاجه ايجابيه. اخر حاجه في المحاضره قالها ايه؟ قال لك حط الهدف انك تجيب هدف من الاول في دماغك، من اول لحظه في الماتش يبقى في دماغك انك تجيب جول. مش ان الماتش لسه طويل وتعالى ناخدها واحده واحده ومش عارف ايه، خصوصا انت بتلعب فرقه مش على المستوى. لا خلص نفسك، انت حطيت نفسك في وضع صعب، انت اللي تخرج نفسك منه. واخد لي بالك؟ فحط في دماغك من اول لحظه انك تجيب جول. وده حصل. ضيع الزمالك هدف، دخل في الكوره اللي بعديها هدف بتاع الجزيري بتاع عفوا المسلوسي، والدنيا مشيت.
بشكل مميز جدا. بالتالي إجابات عديدة لازم تركز عليها ومكاسب كتيرة من خلال مباراة اليوم بالنسبة لنادي الزمالك. مليون مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك وجماهير الكرة المصرية بعد التأهل للمباراة النهائية. طيب النهاردة جوميز أهدى الانتصار للمعد البدني، فكروني يا جماعة بالاسم، ربنا رب يرحمه، محمد مدحت الله يرحمه. اهي الصورة قدام حضراتكم، المعد البدني في المعد البدني الراحل في صفوف نادي الزمالك، ربنا رب يرحمه ويغفر له. والراجل بيهدي الانتصار ده ليه وماسك تيشيرت عليه صورة محمد، فدي برضو لفتة من اللافتات المميزة جدا. طيب ناس كتير تساءلت عن اسباب غياب ابراهيم انضاي، لانه عمل مؤخرا مباراه كويسه امام دريمز، رغم ان بالنسبه لي مش مقياس انك تظهر بشكل كويس قدام دريمز، لكن في كل الاحوال تديك دافع معنوي ان انت الماتشات الاصعب تكون افضل كمان. النهارده الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي قال ان سبب استبعاد ابراهيم انضاي هو سبب ليه علاقه بالام في العضله الضمه، وبالتالي بعد المناقشه اللي حصلت ما بين الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد اسامه المميز جدا بالمناسبه مع جوميز والجهاز الفني معاون، فاستقروا في النهايه ان يتم استبعاد ابراهيم انضاي كاجراء احترازي منعا لتفاقم الاصابه. اعتقد مش اول مره، لو هي نفس العضله، هي كان في اصابه اتعرض ليها في مباراه الاسماعيلي عضله ضمه. انا بشوف ان نادي الزمالك لو هيسيب حد من اللعيبه الاجانب اللي عنده هو مسلوسي ويجي بعديه الجزيري، لكن مسلوسي رقم واحد، الباقي مش في احسن من كده. هتقولي مسامس الراجل ماشي كويس، مش بتاع نادي الزمالك برضه، مش بتاع نادي الزمالك، فان شاء الله بس تحل ازمه القيد الاول وبعد كده نشوف القصه هتمشي ازاي بالنسبه لنادي الزمالك.